اخيرا رسالتنا للعيبه برضو في نفس الوقت، العب بنفس الروح اللي انت لعبت بيها قصاد بيراميدز في نصف كاس مصر، الروح دي هي اللي هتخليك في مكان تاني، هتخليك تظهر وجهك الحقيقي، امكانياتك الفنيه الحقيقيه اللي بجد، امكانياتك اللي يعني تليق بارتدائك او انك انت لابس تيشرت نادي الزمالك. كل التوفيق بكره باذنك يا رب لفريقنا، ونشوف اداء مبهر ونشوف مكسب كبير باذن الله. حان مباراه ابو سليم والزمالك انا بعتبرها طبعا بدايه احلام الملايين من جماهير نادي الزمالك بالتتويج بالكونفدراليه اللي بتنتظر تتويج قاري جديد للزمالك.